There are a thousand things I can list which God Almighty can't do. There are a thousand things I can list which God Almighty can't do. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك داعية مشهور له دعوة عالمية يقول إن الله لا يقدر على كل شيء، ويقول أنا أعلم ألف شيء لا يقدر عليه الله تعالى، فهل هذا من الدعاة على أبواب جهنم، وهل يجب التحذير منه؟ هذا ملحد، اللي يقول الكلام هذا ملحد في أسماء الله وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هل يقول إن الله ليس على كل شيء قدير؟ سبحان الله، الله يقول الله والله على كل شيء قدير، كم آية فيها والله على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء قدير، كم آية. ما حدد الله القدرة الإلهية، قدرة مطلقة على كل شيء، كل شيء قدير، بكل شيء عليم، ما حدد سبحانه وتعالى. وأنت تحدد تقول لا، هناك أشياء ما يعلمها الله وأنا أعلمها، هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وما كل داعية يكون على حق، اسمعوا كلام الرسول، دعاة على أبواب جهنم، ما كل داعية يكون على حق. نعم.